والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن
سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة الحطمة نار الله الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد
لكم ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله الكريم. صدق الله الحليم. صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الذي أنزل القرآن بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله وكفى بالله شهيدا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وصدق رسوله الكريم. وصدق رسوله الكريم الذي أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على التمام ولك الحمد على الختام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا
حكمك عدل فينا قضاك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اكتب الأجر والمثوبة لمن قرأ هذه الختمة أو سمعها أو حضرها أو أمن على دعائها. اللهم تقبلها منا وتجاوز عنا ما فيها من خطأ أو نسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ومولانا، اللهم إنا حضرنا ختم كتابك فلا تردنا عن جنابك. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك. ما لنا إله غيرك فنرجوه وما لنا إله غيرك فندعوه. اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم
إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا. اللهم آنس وحدتنا، اللهم آنس وحشتنا، اللهم وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا عقاب، اللهم وأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الفردوس مع الأبرار، اللهم وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون. إلهنا وخالقنا ومولانا، يا من ملأ نور وجهه أركان عرشه، يا من ملأ نور وجهه أركان عرشه، يا من هو الملك، يا من هو القدوس، يا من هو السلام، يا من هو المؤمن، يا من هو المهيمن، يا من هو العزيز، يا من هو الجبار، يا من هو الله، يا من هو الله، يا من هو اللطيف، يا من هو الودود، يا من هو الرحمن، يا من هو الرحيم. اللهم أرنا وجهك الكريم، اللهم أرنا وجهك الكريم، اللهم أرنا وجهك الكريم، فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. إلهنا وخالقنا ومولانا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الكرم والجود، أنت أهل الكرم والجود. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نرجوك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابا يريد العفاف إلا زوجته، ولا فتاة إلا سترتها، ولا زوجة إلا أصلحتها، ولا أما أو جدة إلا بالصحة والعافية مددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها
ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا. اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا. اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بصحة وعافية. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.